بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم عناوين، وكالعادة جوال مع أخبار الصحافة المحلية والعربية والعالمية. والبداية محليا، ونقص شريط جولتنا المحلية من أروقة عمان الرياضي، حيث استهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تدريباته بمعسكره المغلق بالمجمع الرياضي بصحار، الذي انطلق أمس بقيادة المدرب الوطني هلال عوفي. ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب لاستحقاق المشاركة المقبلة في التصفيات الآسيوية التي ستقام في سبتمبر المقبل. ويلعب المنتخب في المجموعة التي تضم كل من السعودية وسوريا وباكستان. صحيفة عمان خرجت على لسان مدربي الأحمر الصغير تقول: هلال العوفي مؤشرات بنجاح المعسكر، ونركز على الجوانب المهارية والتكتيكية. ويسود المنتخب التفاؤل الكبير بمعسكر إعداده في صحار بمحافظة شمال الباطنة، الذي سيتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل. ومن المؤمل أن يلعب المنتخب تجربته الودية الأولى أمام فريق الشباب بنادي صحم يوم الخميس القادم، ويخوض تجربته الثانية أمام السلام يوم الأحد القادم. وبعد هذا المعسكر سيمنح الجهاز الفني اللاعبين إجازة لقضاء إجازة عيد الفطر السعيد، ومن ثم العودة للتجمع من جديد في معسكر داخلي بمحافظة مسقط خلال الفترة من 8 إلى 18 من يونيو، يتبعها إقامة معسكر خارجي في تركيا. بهدف إيجاد بيئة محفزة وداعمة للرياضيين لبلوغ المستويات المتقدمة، وتوفير الظروف الملائمة للعناية بالرياضيين المجيدين القادرين على تمثيل السلطنة خير تمثيل، شكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية اللجنة الرئيسية لمشروع أولمبي، وذلك بعد أن أصبح المشروع جاهزا لتنفيذه على أرض الواقع. اللجنة الرئيسية للمشروع تتكون من الشيخ سيف بن هلال الحوسني رئيسا، وفهد الرئيس نائبا للرئيس، وطه الكشري نائبا للرئيس أيضا. تفاصيل مشروع اللجنة وأهدافها واستراتيجيتها نتابعها من عمان الرياضي. يأتي تشكيل اللجنة بعد سنوات من العمل المتواصل والجهد المبذول لكي يرى مشروع البطل الأولمبي العماني النور، والذي أطلقه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية الحالي لإيجاد بيئة محفزة وداعمة للرياضيين لبلوغ المستويات المتقدمة في مختلف البطولات والدورات الأولمبية، وتهيئة المناخ الإيجابي لهم وللاتحادات واللجان الرياضية لتحقيق أفضل الإنجازات والتميز في مشاركاتهم الدولية والأولمبية، وتوفير كافة المقومات الضرورية لتمكين الرياضيين المجيدين حاليا من مفاتيح النجاح اللازمة وفقا للتجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال. وبعد أن تم تكليف فريق عمل مصغر مؤخرا لمراجعة مسودة المشروع والانتهاء من التعديلات النهائية عليه واعتماده من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه 5 والأخير لعام 2018، والذي عقد في شهر ديسمبر من العام الماضي. وتتولى اللجنة الرئيسية العديد من المهام والاختصاصات، حيث ستقوم بالإشراف العام على المشروع واعتماد الموازنة وقائمة الرياضيين المستهدفين في ضوء التقارير المرفوعة والدراسات المنجزة من قبل اللجان الفرعية، وتشكيل فرق العمل الدائمة والمؤقتة مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات لكل فريق تبعا لاحتياجات العمل الفعلية. كما ستقوم اللجنة باعتماد عقود البرامج مع الهيئات المعنية وعقود الأهداف مع الرياضيين المستهدفين وفقا للاستمارات المصممة لهذا الغرض والمخصصة لهذا البرنامج، بالإضافة إلى متابعة البرامج والخطط الموضوعة واعتماد التقارير الدورية ذات الصلة المرفوعة للجنة في ضوء الأهداف الأساسية للمشروع، والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية للحصول على الموافقات والبيانات اللازمة لإنجاح البرنامج، وتوثيق وتنسيق الأعمال التي تقوم بها بالتنسيق مع الأمانة العامة باللجنة الأولمبية العمانية. ويعد مشروع البطل الأولمبي العماني حلقة هامة وضرورية لاستكمال مسار بناء الرياضيين العمانيين لبلوغ المستوى الأولمبي والمنافسة ودعمهم ميدانيا وعلميا، ومساندتهم لتحقيق الإنجازات الرياضية والمنافسة على المراكز المتقدمة على الصعيدين العالمي والأولمبي.
وسيتم تنفيذ مراحله بالشراكة مع الجهات الحكومية والوحدات المختلفة ذات الصلة، حيث روعيت في خطوات وآلية تنفيذه الشراكة والديمومة في العمل في إطار خطة واضحة المعالم ترمي إلى تشكيل الفرق الفنية والانطلاق في إجراء التقييمات العلمية والفنية للرياضيين. وإلى أروقة صحيفة الوطن، حيث تعقد رابطة دوري المحترفين في هذه اللحظات برئاسة هشام بن سالم العدواني مدير رابطة دوري المحترفين مؤتمرا صحفيا تعرض من خلاله رزنامة الموسم الكروي القادم 2019-2020. صحيفة الوطن بدورها خرجت على ملحقها الرياضي تقول: اليوم رابطة دوري المحترفين تعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن رزنامة الموسم القادم، ويقام المؤتمر في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم بالساد السيب بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية المختلفة لتغطية كافة التفاصيل المتعلقة بالرزنامة الكروية. الجدير بالذكر بأن هذا المؤتمر يعد الثاني من نوعه منذ السلام العدواني زمام الأمور في إدارة الرابطة، حيث بدأه في الموسم الماضي بذات التوقيت. أكد سيف بن عامر الهطالي رئيس نادي الحمراء بأن إدارة النادي تنطلق الآن من حيث ما وصلت إليه الإدارات السابقة من إنجازات على جميع الأصعدة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وكذلك على مستوى البنى الأساسية، وأشار إلى أن المبنى السكني التجاري في منطقة العذيبة قد انتهى وفي انتظار توصيل الكهرباء والمياه إليه ليبدأ النادي بإذن الله في الاستفادة من ريعه. صحيفة عمان استعرضت تفاصيل ما تحدث به الهطالي فخرجت بعنوان قالت فيه: رئيس نادي الحمراء، مبنى سكني تجاري وصالة رياضية ومدرسة كروية في قادم الأيام. وأفاد رئيس نادي الحمراء بأنه من ضمن الإنجازات أيضا الصالة الرياضية التي شارفت على الانتهاء وسيتم استلامها بعد 4 أشهر، كما أشار في حديثه إلى أهمية الفرق الرياضية الثقافية التابعة للنادي والتي هي المحور التي تدور عليه عجلة النادي، مثمنا جهود تلك الفرق على تعاون أعضائها. وأضاف أن هناك توجها نحو عمل إضافة نوعية لتطوير النادي في الأيام المقبلة لتقوم بخدمة المجتمع كالمدرسة التي تعنى بالرياضة وكذلك ركن علمي، كما أن لدينا توجها كبيرا نحو الاعتناء بالجانب الثقافي، وهناك لجان مشكلة لدراسة ذلك والخروج بأنشطة ثقافية تنمي من مدارك المجتمع ومواهبه وخاصة الشباب المتميزين. بدأ منتخبنا الوطني للهوكي تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا المقرر أن تقام في نوفمبر المقبل، ويتدرب المنتخب تحت إشراف المدرب طاهر زمان، وقد تم تحديد التجمعات المحافظات، واختار الجهاز الفني قائمة تضم أكثر من 70 لاعبا، حيث تم اختيار 26 لاعبا لمنتخب محافظة ظفار و20 لاعبا لمنتخب الباطنة و25 لاعبا لمنتخب مسقط. صحيفة عمان استعرضت التفاصيل فعنونت: أكثر من 70 لاعبا في قائمة منتخب الهوكي. ويسعى الجهاز الفني إلى اختيار الأفضل من خلال القائمة الكبيرة التي اختارها من منافسات الدوري الذي اختتم بتتويج أهل زداب بعد الفوز في المباراة الفاصلة على النصر. وضمت القائمة عناصر جديدة تنضم لأول مرة لفئة منتخب الشباب والناشئين، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبا قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا. وكانت لجنة المنتخبات قد عقدت اجتماعا برئاسة القبطان طالب الوهيبي وناقشت عددا من الموضوعات ومن بينها خطة الإعداد. ويجري الاتحاد عددا من الاتصالات لإقامة معسكر خارجي في باكستان والهند، حيث يدرس العرض المناسب بالإضافة إلى التجارب الودية. يذكر أن قائمة لاعبي مسقط قد أنهوا أمس تدريباتهم على أن يعودوا بعد إجازة العيد المبارك. وإلى الوطن، حيث أقامت اللجنة العمانية للكاراتيه بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر حفل ختام الدورة التنشيطية في مجال الكاتا القتال الوهمي، وذلك تحت رعاية العميد سعيد بن صالح العزري رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه. وقد أشرف على تنفيذ الدورة الدكتور علي بن طالب الرئيسي عضو اللجنة العمانية للكاراتيه والحكم الدولي سالم القطيطي والمدرب حمود الطوقي. صحيفة الوطن حضرت فعنونت تقول: تكريم الحكام الدوليين والآسيويين والمدربين للكاراتيه. وقد تضمن برنامج الحفل تدشين الموقع الجديد الرسمي للجنة العمانية للكاراتيه،
كما تم خلال الحفل تكريم الحكام الدوليين والآسيويين بالإضافة إلى المدربين المشاركين في الدورة وتكريم اللاعب الواعد الناشئ هشام البوسعيدي نظير الإنجازات التي حققها في البطولات الدولية ورفع علم السلطنة في المحافل الدولية. وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة السنوية للجنة العمانية للكاراتيه والتي تدعمها وزارة الشؤون الرياضية لرفع مستوى لعبة الكاراتيه ونشرها في السلطنة. وفي آخر أخبارنا المحلية، بدأت دائرة الشؤون الرياضية لمحافظة الداخلية لاستعدادها لاستضافة معسكر شباب أندية السلطنة خلال شهر يوليو المقبل، الذي يتضمن جملة من المناشط والفعاليات والبرامج للشباب. صحيفة عمان تابعت فعنونت: الداخلية تستعد لاستضافة المعسكر الصيفي لشباب الأندية. وفي هذا الإطار، عقدت إدارة المعسكر اجتماعها الأول يوم الخميس الفائت بمقر الدائرة، وتم من خلاله مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بانطلاق المعسكر، والتي من بينها وضع خطة البرامج والأنشطة لفعاليات المعسكر وفي الإطار العام الذي تم تحديده من قبل اللجنة الرئيسية بالوزارة. كما تم اعتماد توقيت تنفيذ المعسكر خلال الفترة من 13 ولغاية 19 من يوليو المقبل بالمجمع الرياضي بنزوة، ويشتمل على العديد من البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. ومن المتوقع مشاركة 95 مشاركا على مستوى السلطنة يمثلون الأندية والمراكز الرياضية بالسلطنة، حيث تستهدف هذه المعسكرات الفئة العمرية من سن 18 إلى 26 سنة. ننتقل إلى الصحافة العربية مشاهدينا الكرام، ونبدأ جولتنا من المملكة العربية السعودية، حيث بدأ خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما في إعادة ترتيب أوراق الأخضر بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام فرنسا من خلال التدريبات الاستعدادية لمواجهة مالي غدا في الجولة الثانية. صحيفة الرياضية السعودية تابعت الاستعدادات فعنونت على صدر غلافها تقول: العطوي يجهز البديل. وأظهر لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما روحا عالية في التدريبات مساء أمس، استعدادا لمواجهة مالي غدا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم للشباب الجارية حاليا في بولندا. وبدت واضحة من خلال سير التحضيرات الرغبة الكبيرة في أوساط اللاعبين لتقديم الأفضل خلال المواجهة المقبلة، وتجاوز آثار الخسارة من فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة الأولى. يشار إلى أن الأخضر الشاب يدخل مباراة مالي وهو في المركز الأخير من دون نقاط، بما يحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد نقطة حصدها بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام بنما بهدف لكل منهما. لازلنا في صدى الكرة السعودية، حيث اشتعلت فترة الانتقالات الصيفية في المملكة قبل أن تبدأ رسمياً من خلال إعلان بعض الأندية عن صفقات جديدة. ولم تكد الأندية تلتفظ أنفاسها بعد موسم شاق من الأعمال الكروية، فقد أعلنت أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق عن صفقات جديدة بتعاقد مع الثلاثي القادم من الفيصلي حمدان الشمراني وسلطان المندش وروجيرو. صحيفة المدينة بدورها تابعت كافة المستجدات في سوق الانتقالات، فقالت في ملحقها الرياضي: وكلاء لاعبين للمدينة انتظروا ميركاتو صيفيا ملتهبا. وأعلن نادي النصر بطل الدوري عن أولى صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد رسميا مع ثالث هدافي دوري الدرجة الأولى اللاعب صالح آل عباس قادما من نادي نجران،
بينما استقبل نادي الشباب أولى صفقاته التي كان أنجزها منذ وقت مبكر بانتقال الكولومبي أسبريلا قادما من نادي الفيحاء. ويغذي فترة الانتقالات الشتوية بمزيد من الإثارة شائعات عن انتقال نجوم من العيار الثقيل إلى أندية منافسة ستحدث هزة قوية في الدوري. من جانبه توقع عبد الرحمن الخنيني وكيل أعمال لاعبين أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية صفقات من العيار الثقيل خلال الأيام المقبلة، سيكون أبطالها لاعبين بارزين على الساحة، واصفا ذلك بالأمر الطبيعي كون للاعب حرية الانتقال لأي ناد يرغب اللعب له متى ما انتهى عقده مع نادي. وإلى قطر مشاهدينا الكرام، حيث يستعد المنتخب القطري للشباب لخوض المباراة الثانية أمام المنتخب الأوكراني اليوم الاثنين، والتي سيسعى من خلالها أبناء المدرب برونو ميغيل إلى التعويض عن خيبة اللقاء الافتتاحي بعد خسارتهم أمام نيجيريا برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. صحيفة الرأي القطرية خرجت على ملحقها الرياضي تقول: مواجهة مونديالية مصيرية. وكان المنتخب الأوكراني قد فاز على نظيره الأمريكي الجمعة أيضا، لتحصد أوكرانيا بذلك أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، وتحتل المركز الثاني خلف نيجيريا بفارق الأهداف، فيما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد خال من النقاط، ويتذيل المنتخب القطري الترتيب بنفس الرصيد. وبالعودة للقاء أمام نيجيريا، قدم المنتخب القطري أداء باهتا وخرج بنتيجة ثقيلة برباعية كاملة الدسم، وسيطر المنتخب النيجيري على أغلب فتراتها ولم يجد صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز بعدما سجل هدفين في أول 20 دقيقة. وعلى الرغم من محاولات المنتخب القطري في بقية فترات الشوط الأول، إلا أنه فشل في مجاراة النسور الخضر لتتعقد الأمور بعدما استقبل العنابي الهدفين الثالث والرابع. خرج الكاتب فاروق بوضو في عموده الخاص على صحيفة الوطن اللبنانية مطالبا بإجراء تقييم موضوعي للدوري اللبناني الممتاز لكرة القدم، إلى جانب الخروج بعدد من التوصيات من أجل الارتقاء باللعبة بشكل أفضل مما كانت عليه. تفاصيل ما جاد به الكاتب في هذه القراءة: السبت قبل الماضي أطلقت صافرة نهاية دورينا الكروي الملقب بالاحترافي هذا العام، حيث شهدت أسابيعه الأربعة الأخيرة تنافسا حادا على صدارته بين أندية ثلاثة فقط لكل من الجيش وتشرين والوحدة. حسمها الجيش في الجولة قبل الأخيرة، بينما حل تشرين بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، واستحق الوحدة المركز الثالث بفارق نقاط خمس عن المتصدر. أما محاولة الهروب من مؤخرة الدوري هذا العام فقد شهدت هبوطا مبكرا لنادي حرفي حلب، بينما استمر التنافس بين كل من المجد وجبلة حتى الأسابيع الأخيرة، ليحتل بعدها نادي المجد المركز قبل الأخير لدوري هذا العام. وبانتهاء دورينا الكروي هذا الموسم، فإني أجد من الضروري والملح إجراء تقييم موضوعي له يشارك فيه كل من اتحاد اللعبة ولجانه المختلفة الخاصة بالمسابقات والانضباط والتدريب والتحكيم، بالإضافة لرؤساء ومدربي الأندية المشاركة بالدوري وعدد من ممثلي الإعلام المرئي والمكتوب، على أن يخرج هذا المؤتمر التخصصي بجملة قرارات وتوصيات تفيد في الارتقاء بلعبتنا الشعبية الأولى من مختلف النواحي، وترسم ملامح مستقبل مشرق ومتطور لها. على أن يسبق المؤتمر دراسات تفصيلية يقدمها مسؤولو لجان الاتحاد ومسؤولو الأندية المشاركة إدارة وتدريبا وممثلو الإعلام الرياضي نقدا وتحليلا، وذلك من أجل أن يتم في المؤتمر مناقشة دورينا الكروي هذا العام بمرحلتي ذهابه وإيابه من مختلف النواحي الإدارية والفنية والتدريبية والتحكيمية. وإذا كان المستوى الفني للدوري العام لم يتفوق على مثيله في الأعوام الماضية من حيث الأداء والتدريب والتحكيم، فإني أرى من الضروري أن يكون دورينا الكروي القادم إيجابيا في أداء وردود فعل مسؤولي ومدربي أنديته، وشفافا في قرارات اتحاده الكروي، وعادلا وشجاعا في صافرات حكامه، وخلاقا في البحث عن مواهب كروية جديدة،
ترفد منتخباتنا الوطنية وتحقق نقلة نوعية لكرتنا في مستقبلها الذي يتمناه الجميع مشرقا وهادفا ومتطورا. قيمتها لا تقدر بثمن، بأيدينا الكثير للحفاظ عليها. صحتنا في دير بالك في رمضان. والآن إلى محطتنا العالمية مشاهدينا الكرام، والتي نبدأها من إسبانيا، حيث رمى نادي ريال مدريد الإسباني الكرة في ملعب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل إقناع قائد الفريق سيرجي راموس بالبقاء في النادي، وهو الأمر الذي جاء بالقبول. صحيفة البرنابيو بدورها أكدت نجاح مهمة زيدان، فخرجت على غلافها تقول: القائد راموس سيستمر. واستطاع ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان من إقناع قائد الميرينغي بالبقاء، إذ يعتبر زيدان أن راموس لاعبا أساسي في الفريق، وأن وجوده كقائد يعد بمثابة ميزة قوية للاستقرار في خط الدفاع. ويمضي راموس حاليا عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيلتقي بالرئيس بيريز عند عودته. يذكر أن راموس قد توج بالكثير من الألقاب رفقة نادي العاصمة، ومنها تحقيق دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي. يتطلع نادي أو رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى إبرام صفقة ضم نيمار أو كيليان مبابي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي. صحيفة العاص خرجت بدورها على صدر غلافها تقول: خروج مبابي أو نيمار من الخطط. وبدورها أكد بيريز بأن ريال مدريد لن يتجاوز قائمة أو قوائم الأسعار الموضوعة في قائمة الاتحاد الأوروبي من أجل كل من نيمار ومبابي، ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء التي يرصدها رادار الميرينغي منذ مدة طويلة، لا سيما وأن البرازيلي لم يغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام. وأوردت صحيفة الآس أن رئيس ريال مدريد لن يدخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان إلا عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى. وينتظر ريال مدريد من النجم البرازيلي أن يطلق تصريحا قويا في الصحافة ويبدي فيه رغبة واضحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر من أجل الدخول في مفاوضات مع نادي العاصمة الباريسية. وفي آخر أخبارنا العالمية، عنونت صحيفة الموندو الإسبانية عبر غلافها الرسمي اليوم بشأن تواجد العديد من الشكوك حول استمرار فالفيردي في تدريب برشلونة قائلة: شكوك حول فالفيردي. حيث تشير التقارير إلى وجود جدل داخل النادي حول إن كان فالفيردي الشخص المناسب ليقود التغيير المنتظر أم يتم الإطاحة به في أقرب فرصة. الجماهير تعتبره المسؤول الأول عما حدث، وعلى الإدارة حسم قرارها إن كان سيستمر أو ستبحث عن بديل له في المرحلة القادمة. إذن مع هذا الخبر مشاهدينا الكرام نصل لآخر أخبارنا وجولتنا في عالم الصحافة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.